السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مع سلسلة قواعد الموسيقى العالمية، أو زي ما بنطلق عليها قواعد غربي، واللي بسجلها حصريا لقناة المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. أهلا بكم. هنعمل تدريبات إيقاعية وممكن برضو نعملها الحقيقة على النقطة والرباط. لو قلنا مثلا طب تي في، والشكل النهارده اللي طلع عكسه كان طفتي طب تي في طفتي في سوري طب تي في طفتي. انا ليه باكد دايما على الشكل بتاع السينكوب ده لما نيجي ناخد السينكوبيشن بعد كده؟ اللي هو علشان الشكل ده بيجي كتير في الحان كتير جدا، سواء بالطريقه دي او بالطريقه دي، فبحب اجيبه كتير لانه وارد في الحان كتير، والملحنين بيحبوا يستخدموه كتير فبيجيبوا اكتر من شكل. طيب نقوله تاني. احنا قلنا طب تي في طفتي طب تي يتي تا، ويروح معاها بلانش مثلا كده اهو. وممكن نقول اس فاتيفي اس دي، وعندنا مثلا قلنا خدنا الشكل هو بتاع طفافي، فاكرين ده طفافي. هاخد بقى الشكل ده واسكت منه الرجل دي، فهو كده اس كروشة ايه، ويبقى عندي دوبل، فبقى اسمه اصفافي اصفافي. لو كان طفافي بقى اصفافي، ها، ونحط في الاخر مثلا طا. تعالوا نذاكر الشكل ده واحده واحده. بيقول ايه؟ نقوله بطيء الاول. ط تي في طفتي، خدت بالكم ده الشكل عكس ده، بقول ط تي في وده طفتي، لما جم ورا بعض ادوا الطعم ده او المذاق ده. ط تي في طفتي، طب ده بيقول ايه؟ ط ياتي، وقلنا هنركز على الشكل ده كتير بمحتوياته وباشكاله المختلفه اللي بيجي في الحاجات كتير. طبعا ده تايا اس فا تي في اس تي، نقول دي تاني اس فا تي في اس تي اس فا في تا اس فا في تا. نقوله بقى مره واحده تا تي في تا فا تي تا تي ياتي تايا اس فا تي في اس تي اس فا في تا. نقوله اسرع شويه تا تي في تا فا تي تا تي يا تي تا يا اس فا تي في اس تي اس فا في تا. هنحاول ناخد الاشكال دي ونرميها عشوائيا على المدرج الموسيقي بتاعنا، نشوف هيطلع ازاي. دور ريمي دور ريمي فا سو فا مثلا، دور ريمي فا سو فا، دور ريمي فا سو فا مي مي فا. انا هكتب الشكل ده، تعالوا بصوا هنا، دي تا تي يا تي. قلنا ممكن تيجي ازاي؟ تيجي كروش، والكروشين دول لما اتلحموا مع بعض عملوا لي نوار، واتبقى عندي الكروش الاخير. هقصد انا اكتبها هناك بالطريقه دي، زي ما قصدت اكتب هناك الطفافي بالطريقه دي عشان دي ورده اكتر. ط تي في طفا تي، هنحط هنا الدو ماشي، الدو ري مي فا صو فا مي فا، المي هنا كروش، هنحط هنا بقى الفا نوار مي فا صو اهو. كملنا الشكل، ها السينكوب ده دور ايه سوري، قلناها ايه هناك مي فا سول، وهناخد دي مثلا دو نوار معاها دو بلانش مربوطين مي فا سول دو، وناخد دي لا اس فا تي في اس سول لا سي لا اس فا تي في
اس لا سي اس دو اس لا سي اس دو وبعدين اصفافي فاكرين دي اللي جايه من ايه؟ جايه اساسا من طفافي اهي الترجمه دي تاني دي كانت ايه؟ طفافي بس خدنا الرجل الاولانيه سكتناها بقت ايه؟ صفافي اللي هي اصفافي او صفافي هنعملها ايه؟ نعملها في القفله مثلا ايه اللي ايه مثلا؟ سوري ما حطيناش السكته نحط السكته تاني اس السول مي ونلهم مع بعض معلش كده السول مي دو مثلا هي اصفافي السول مي دو نقول وقعيا طب تي في طفا تي هنقولها بقى بالنغمات دو ري مي فا سو فا مي فا سول دو اس لا سي اس دو السول مي دو نقولها كمان مرة تاني دو ري مي فا سو فا مي فا سول دو اس لا سي اس دو السول مي دو كمان مرة أخيرة دو ري مي فا سو فا مي فا سول دو اس لا سي اس دو السول مي دو ادي الطريقه الايقاعيه والطريقه السولفائيه بعد كده هنقدر نطبقها لحنيا على البيانو وايا كان بقى يطلع لحن حلو يطلع لحن وحش احنا رمينا النغمات بتاعتنا عشوائيه. السلام عليكم احنا دلوقتي هنطبق عمليا الاشكال الايقاعيه المبنيه على النقطه والرباط الزمني واللي حطيناها عشوائيا على المدرج هنحاول دلوقتي نعزفهم على البيانو ان شاء الله. تمرين رقم 3 الزمن اهو الاول ان شاء الله يكون الشرح عجبكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم. السلام عليكم.